إذا مستمعنا اليوم في دوازتين نقترح لكم كيكة سهلة بالكونفيتور ديال المشماش واللي هي من اقتراح أمينة برزيزوي. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 5 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب سائل، نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، غادي نحتاجو شوية ديال الزبيب على حسب، ممكن ديرو جوج معلقات. غادي نحتاجو الدقيق اللي غادي يكفانا تقريبا ربعة ديال الدقيق الفرص، نبداو ندخلوها تدريجيا في هاد الكيك. كيس واحد من الفاني، ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوة، واحد ياغورت بالنكهة ديال الفاني. هادو هما المقادير باش نوجدو كيكة بالكونفيتور ديال المشمش، وجوج المعالق ديال الكونفيتور ديال المشمش. هادو هما المقادير كيف قلنا، وطريقة سهلة. بالنسبة للعبار ممكن نعبرو بالكاس ديال العنبة اولا بالكاس ديال الياغورت، يعني نخويو هذاك الياغورت ديال البنان ديال الفاني اللي غادي نستعملو في الكيك، والخاوي ديالو هو اللي غادي نبداو نستعملو باش نعمرو هاد يعني السوائل اللي غادي نستعملو في الكيك. فكيبقى الاختيار ديالكم على حسب، المهم هو اننا نديرو نفس القياس. الا خدينا الكاس ديال العنبه وعبرنا به هاد المقادير نمشيو عليه في جميع المقادير، والا خدينا كاس ديال الياغورت غادي نعمرو ونمشيو به كقياس في جميع يعني السوائل اللي غادي نستعملو. غادي نعاود قبل ما نمشيو للطريقه، قلنا كيكه بالكونفيتور ديال المشمش غادي نحتاجو 5 البيضات، كاس السكر سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، جوج معالق تقريبا ديال الزبيب، رابعة ديال الدقيق الفرص يعني عندنا ميزاننا اللي غادي يكفانا، كيس واحد من الفاني، ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوة، واحد ياغورت بالنكهة ديال الفاني، جوج معالق ديال الكونفيتور ديال المشمش. إذا بالنسبة للطريقة عادية كيف كنخلطوا يعني الكيك بطريقة سهلة، غادي ناخذوا إما كاس ديال الخلاط الكهربائي ولا الطراب الكهربائي. كنطربوا أول حاجة 5 ديال البيضات، كنطربوهم مزيان حتى كيرغويو، يعني كيعطيو واحد كشكوشة يعني كيترغواو، يعني كيطربوا مزيان هذوك 5 البيضات. ثم كنضيفوا كاس ديال السكر سنيدة، كنزيدو نطربو، كنضيفو كذلك كاس ديال الزيت وحنا كنخلطو دائما، كنضيفو كاس ديال الحليب وحنا مع التحراك دائما مع التطراب، ثم كنضيفو نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، كيس واحد من الفاني، جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشمش، واحد ياغورت بالنكهة ديال الفاني، وكنخلطو مزيان كيف قلنا اما بالطراب الكهربائي ولا بالكاس ديال الخلاط الكهربائي. قلنا كنطربو اول حاجه 5 البيضات كنبداو بهم، كنطربوهم مزيان يعني حتى كيعطيو واحد الرغوه كيطربو مزيان، كنضيفو ليهم كاس سنيده، كنخلطو مزيان، كنضيفو كاس ديال الزيت، كنطربو مزيان، كنضيفو كاس ديال الحليب، نضيفو كذلك نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، كيس واحد من الفاني، ساشي ديال الفاني، جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشمش، واحد ياغورت بالنكهه ديال الفاني، وكنطربوا كل شيء مزيان قلنا بالطراب الكهربائي ولا بالكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى كيتخلطوا هاد المقادير وهاد السوائل كلها ديال الكيكه تطرب مزيان. وقلنا كنعبروا اما بالكاس ديال العنبه اولا بالكاس ديال الياغورت اللي وجدنا. ثم من بعد كتبقى لنا في اخر مرحله الطريقه العاديه، كنضيفوا الدقيق اللي غادي يكفانا، تقريبا ناخذ واحد ربعه ديال الدقيق الفرص نغربلوها مزيان مع ثلاثه ديال الخمارات ديال الحلوه، نغربلوها على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه ديال المرات. ملي كيتغربلوا مزيان كناخذوا يعني كنغربلوهم، وكناخذوا كذلك حتى دوك جوج معالق ديال الزبيب. الزبيب كيبقى اختياري، ممكن نمشيو في هذه المقادير كامله، وبالاحسن كذلك حتى بالكونفيتور مع الزبيب كتمشي مزيان. غادي ناخذوا جوج معلقات ديال الزبيب تقريبا يكونوا كبار، وغادي نديروهم في هذاك الطحين، وغادي نهزوهم من الطحين يعني مغربل، نغربلوهم مزيان باش كينحيدوا داك الفائض ديال الدقيق، ثم كنضيفوهم على الخليط، ومن بعد كنضيفوا الطحين مع ثلاثه الخمارات ديال الحلوه، وكنخلطوا مزيان حتى يعني كنبداو نضيفو الطحين عندنا ميزاننا، حتى كنحصلوا على عجين ديال الكيك اللي ما تيكونش مرخوف، يعني ما تيكونش سائل بحال البغرير، وفي نفس الوقت ما تيكونش ثقيل بزاف، يعني عندنا ميزاننا يعني ما بين وبين كيكون يعني مرخوف. من بعد كناخذوا المول اللي كيدخل الفران على حسب الشكل اللي بغينا، ندهنوه مزيان بالزبده ونرشوه بدقيق ديال الفرص، وكنفرغوا العجين ديال الكيك، ودائما هذاك الاناء اللي فيه الخليط ديال الكيك نهزوه الفوق يعني من الفوق، ونخليوه هذاك الخليط كينزل يعني بواحد العلو، ويكون يعني بطريقه تكون عاليه شويه، ما نهبطوش هذاك الاناء بزاف لهذاك القالب او لهذاك المول اللي كنديروا فيه الكيك، وانما نهزوا الاناء من الفوق ونخليوه هذاك الخليط كيهبط على القالب ديال الكيك باش كتجينا طالعه ومزيانه. ثم كندخلوها الفران على سيده يعني كل سيده وكيفاش يعني كتطيب الكيك في الفران ديالها.
ومباشرة ملي كنخرجوها نخليوها حتى كتدفى وندهنوها بالكونفيتور ديال المشمش، اما داك العادي ولا ممكن نحلوه يعني بشوية ديال الماء، اولا ممكن نديرو الكونفيتور جاري ديال المشمش وكنرشو بالكوك. الكونفيتور المشمش كيمشي مع الكوك بما انه درنا العصير ديال الحامض وكذلك الزبيب، يعني هاد المكونات كيمشيو مع بعضياتهم. ممكن اننا نديرو ندهنو بالكونفيتور ديال المشمش ونرشو باللوز كونكاسي ولا اللوز مقلي ومهرمش اولا كاوكاو يعني مقلي ومهرمش. وكاين اللي كيبغي الشوكولات محكوك فكيبقى سواء الابيض اولا الكحل على حسب الرغبه ديالكم في التزيين. نتمنى تجربوا هاد الاقتراح ديال امينه برزيزوي ديال كيكا بالكونفيتور ديال المشمش. وصحه.